كده الدرس الثالث والرابع بقى. يلا هنقول، بص الدرس الثالث والرابع هيتكلم عن مكان قديم انت زرته في الاجازه بتاعتك، هيتكلم عن معبد ادفو. بس سهله جدا بقى، هنقول شويه معلومات عن معبد ادفو وشكرا. يبقى ده كده تاني باراجراف عندنا في الوحده الاولى. تعالوا بقى نشوف كده الكلمات. temple 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 طبعا هو معبد بقى. طيب obelisk 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 مش اوب، obelisk obelisk. مثل ده الأذان. طيب أثر monument 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 مش حاجة أثرية يعني. religion 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 دين. طيب repairs repairs repairs. طب خد بالكو repairs أخرها إصلاحات، بعمل إصلاحات في حتة معينة. إيه تحكي كده نفسي أعرف كده خلاص. لكن repair من غير اس بمعنى يصلح، بس يبقى repairs دي noun، لكن repair من غير اس ده فعل. فاهمين يعني ايه الان والفي والحاجات دي صح؟ ما انا قلتها كذا مرة. طيب tunnel tunnel اللي هو نفق تحت الارض. helpful helpful متعاون. active active قولوا ورايا عشان لما بتيجوا تقروا بتعملوا فيها من بنها. قولوا ورايا active active. lazy lazy. طيب العمود الثاني to rest to rest. statue 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 اللي هو التمثال. طيب catacombs 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 حطوا سايلنت على البي. ليه سراديب الموتى. بانك 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 هنا بمعنى ضفة من ضفاف النيل، او بمعنى البنك اللي بنحط فيه الفلوس يعني، بس على حسب معنى الجملة بقى. وولز وولز اللي هي الحيطان او اسوار. سوليوشن سوليوشن اللي هو الحل. سمارت 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 هنا هيجي بمعنى شيك او هيجي بمعنى حد ذكي. فريندلي ده متعاون. خلاص يلا نشوف الفقره بتاعه كومبليت. طبعا اول درسين دايما بيبقى فيه الاول الكلمات، ما بيبقاش فيه لا جرامر ولا اي حاجه، الكلمات. طيب هنترجم بقى الكلمات اللي فوق كده. سمارت ذكي ذكي او شيك، وهتيجي على حسب معنى الجمله دلوقتي. helpful متعاون. wall حيطة. religion دين. statue اللي هو التمثال. يلا my number one. there are many ابتدي انت بقى. there are استنى there are many of people and animals من الاشخاص والحيوانات in the museum في المتحف. you get ايه statues statues you get التمثيل. حط خط بقى عشان ما ناخدهاش دي. my friend number two. my friend is very he helps me a lot. قول بيساعدني كتير. سيبوه سيبوه هو ايه helpful. ايوه كده helpful. اصل انا سمعت حاجه كده اتسرعت اتسرعت. number three. there are two posters on the wall. miss انت حظك ان انت بعيد عني يعني بعيد عني. نمبر 4. he is a student we all like احنا him. كلنا بنحبه. يبقى هو ايه لا ما هو سمارت بقى ما احنا خدنا helpful خلاص هو سمارت خلاص كده. بعد كده ناخد بقى درس درس بكلمه. موديل 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 كير كير. language language underground underground effect effect when when انت معايا انت فين ايش shape shape weather weather. يلا بقيت الكلمات دي ما بتخلص ولا the did
زادد الشخص اللي مات يعني. وول وول حاجه كامله. حطوا لي سايلنت على ال الاتش. وول دار. بيراميد بيراميد الهرم. بيرينج بيرينج الدف. ستيبس ستيبس. بيلدينج بيلدينج. براي براي. هي الكلمات دي كلها حفظ؟ اه اكيد. تشويس تشويس اختيار. ريزن ريزن سبب. سبيشال سبيشال حاجه خاصه حاجه مميزه. ستون ستون حجر. بريزنت ريزن بريزنت هنا بمعنى يقدم. بريزنت هنا بمعنى هديه. بريزنت ممكن تيجي بمعنى زمن مضارع عادي. اوكي نكمل. unfortunately للاسف. بيتي اسف او مثير للشفقه. اوكي في كلمات كده لو ما عرفتوش تتقنوها كويس ككتابه يعني وقرايه احفظوها بالشبع عادي جدا مفيش اي مشكل خلاص. فاحنا بنحاول نركز على الكلمات الاساسيه. نمبر الدرس الرابع. لوكال اديت اديت. فلور 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 بتيجي بمعنى ارضيه شقه مثلا او ارضيه مبنى او بمعنى دور طابق. اونلاين اونلاين. تكنولوجي تكنولوجي. ستاي ستاي. ديفينيتلي ديفينيتلي. تاير تاير. طيب عندنا مكانين تمبل اوف ايدفو معبد ايدفو وذا ريفر نايل نهر النيل. يبقى احنا هنكتب الباراجراف بتاع الدرسين دول على معبد ايدفو. نطلع كده 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 الحاجات دي مهمه جدا. جيف جيف. كم سبيند سبيند بنعرفها بالتصريف التاني والتصريف التالت خلاص. السنه اللي فاتت كنت بقول لكم التصريف التالت انا مش عايزاه السنه دي هتحفظوه غصب عنكم طبعا. طيب نشوف بقى definitions فقرة التعريفات. طيب ادي الكلمة بالانجليزي هي statue خلاص وبعد كده هيقول لنا معناها او الجملة الطويلة دي. يبقى الجملة الطويلة دي هي اللي هتجيلنا الاختيارات بعدين يقول لنا اختاروا بقى الكلمة بتاعتها. طيب يعني ايه تمثال؟ a model of a person animal or object يعني هو نموذج لشخص او حيوان او شيء. sometimes made of stone احيانا بيتعمل من الحجر خلاص كده. طيب obelisk مثلا مثلا المساله بتاعه الطويله دي اللي بتبقى اخرها حاجه شكل الهرم كده. atoll stone monument اللي هي اثر حجري طويل طويل. with a top that is usually in the shape of a pyramid يعني الطب بتاعتها او القمة بتاعتها يعني عادة بتبقى على شكل هرم. اوكي تمام. طيب catacombs اللي هي سراديب الموتى. underground tunnels اللي هي يعني انفاق تحت الارض. and rooms وحجرات for burying the dead بيدفنوا فيها اللي هي انفاق كده وحجرات تحت الارض بيدفنوا فيها الناس الميتة. temple المعبد. a place where people come together to pray يعني الناس بييجوا مع بعض للمعبد ده عشان يصلوا. اوكي تمام تمام. طب ركزوا عشان هتحلوا حلوين. يا تمام هو عنده كيب المرة. كلمة والسينونيم بتاعها و انتون. طيب الحاجات دي هتتحفظ كده زي اسامي بالذات دول. لا الكولكشن ده لا مش كله يعني بيتقري بيتقري كده بتمعن. طيب عشان انا ميز بنت ناس الكلمه ومعناها وعكسها انتوا هتحفظوها شفوي يعني مثلا اقول لك كلمه واحد تاني يقول معنى كده شفوي خلاص لانها اصلا بتيجي اختيارات انا يهمني ان انتوا تعرفوا معناها خلاص ما يهمنيش ان انتوا تكتبوها. الكتابه دي حاجه ليكوا بقى زي ما كده. انا اهم حاجه ان انتوا تعرفوا تحلوا لما يجي السؤال بتاعها. اوكي تمام. طيب انشنت انشنت ماشي انشنت يعني حاجه قديمه. السينونيم بتاعها اولد
اول انتونيم او الاوبوزيت الاثنين بنفس المعنى عكس نيو مودرن اكتر انرجيتك الاثنين بمعنى نشيط ليزي عكس يوسفول هيلبفول افكتيف الاثنين نفس المعنى يوزلس عديم الفائده interesting بتساوي amazing lovely boring ممل friendly بتساوي kind عكسها unfriendly اوكي اوكي بس prefix و suffix طبعا هقول تاني prefix مقطع اول الكلمة والsuffix اخر الكلمة وبيغيروا معنى الكلمة تماما عندنا دلوقتي هنا suffix عندنا الفعل هيتحول مرة لصفة ومرة لاسم هل بيساعد لو حطيت له if you helpful هتبقى helpful بحنا حولنا الفعل لصفة من يساعد لمتعامل build يبني حط لها ing هتبقى مبنى حولت الفعل لاسم اوكي كده الدرس الثالث والرابع في امان الله تعالوا نحل بقى ولا نعمل فيديو تاني للحل لوحده اي حاجه طب استنوا نحل على الحاجات دي نحل على الحاجات دي the antonym of useful عكس كلمه useful useful مفيد عكسها ايه useless اخر واحده نمبر دي useless طيب the number 2 the word has the same meaning of energetic اللي بتدي نفس المعنى بتاع energetic ايه اقول قولوا العرفي activity active نشيط ماشي synonym of ancient old مرادف ancient old ماشي بتبقوا مركزين في الحصه الحصه اللي بعديها بيجي لكم زهايمر اه والله نمبر 4 بورينج لو هو ممل is the antonym of عكس ايه interesting ايه ده اقول عكس بورينج اه interesting ماشي suffix ايه suffix بقى it changes the verb help into an activity full adjective سوري مش شايف adjective ماشي helpful خلاص طيب كده 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 بصوا الجنرال نوتس انا قايلها لكم وانا بقول الكلمات قلت لكم الفرق بين بانك ممكن تيجي بانك وممكن تيجي ضفه النيل سمارت قلت لكم ممكن تيجي بمعنى شيك وبمعنى ذكي بس عشان ايه ريبير قلت لكم هتيجي بمعنى يصلح او بمعنى اصلاحات خلاص دي ما فيهاش اي مشاكل كده الفيديو خلص تعالوا بقى نحل عليه